شكرا شكرا على قبول. اي عايش عليك التصحيح. محمد بن فرح. بن فرح مرحبا. اسم لقبك على اسم بنتي. مرحبا يعيشك بفضلك. مرحبا بك سي محمد. الجلسه اللي صارت اليوم على حقيقه الراي العام السنه فيه في تونس ككل اليوم، لانه امبارح صار حديث على انه ربما يتم تحويلهم الى ارض دوليه، وناس خلت الموضوع نتاع الارض الدوليه قعدت تحكي على المكان ومش يكون الارض الدوليه هذيا، ولانه سيقع توطينهم في هذه الارض الدوليه. هذا الكلام اللي قال، وباش يقعدوا بصفه دائمه ولا بصفه وقتيه؟ هذا هو السؤال. اليوم الاجتماع اللي جم مختلف اللي جمع مختلف الأطراف، شنو قررتوا فيه سي محمد؟ أول حاجة نحب نوضح حاجة، أن أرض دولية أو أرض مواطنين هي أرض تونسية، واللي ما نرضوش في أراضنا إحنا كمواطنين ما نرضوش في أرض دولية. كان حديثنا البارح في الليل بعد خروج هذه المقترحات كمجتمع مدني هو الرفض التام لهذا المقترح لعدة اعتبارات، وأهم اعتبار هو الاعتبار الأمني. يعني ذلك أنك أنت توا إحنا مقسمين الأفارقة، مقسمين تو على تقريبا ما بين العامر وجبرينا ما بين 16 17 مخيم. كل مخيم يعد بالالاف. والقوات الامنيه تجد صعوبه جدا، صعوبه كبيره جدا في ضبط النظام في هذه المخيمات. فما بالك يقع جمعهم جميعا في دون خطه واضحه او دون تصور واضح للمستقبل في مكان واحد، وانعكاساته الانعكاسات الديموغرافيه والصحيه والبيئيه، هناك انعكاسات امنيه حقيقيه تهدد حتى البلاد. اي احنا من انطلاق من هذا الخوف دار نقاش حقيقي ليله البارحه ويوم الامس واليوم صباحا، وكان من الضروري توضيح هذه النقطه. وكان من الضروري ايضا ايصال الامر الى الراي العام، وكان اول مره يقع توحيد المواقف بين معتمديتي العامره وجبنيانة للوصول الى موقف موحد من هذه المساله، خاصه ان المساله هذه طيله فتره صارته للاسف الشديد وقع تغييب المجتمع المدني الذي كان من اول وهله لو وقع تشريكه بطريقه صحيحه لكنا لما وصلنا الى مثل هذا الوضع، لانه الوضع اصبح خطير جدا من جميع المستويات، كل المستويات اجتماعيه ديموغرافيه صحيه امنيه تربويه، في كل المستويات هي اصبح الوضع لا يطاق ولم يعد يحتمل. يكفي اننا اصبحنا في مثل هذه الوضعيه في الضبابية في كيفية تصور الحلول للتعاطي مع هذه المسألة الخطيرة بمستوياتها المحلية أو الجهوية أو الوطنية أو حتى الدولية. كان اليوم اجتماع فيه تقريبا كان إفراز كحالة احتقان حقيقية، وكان اجتماع مسؤول نشكر فيه جميع الحاضرين معنا سواء كان من جبنيانة أو من عامرة، حضرت فيه علاوة على النشطاء والجمعيات في بين جبنيانة والعامرة والنشطاء في المجتمع المدني، حضروا فيه أيضا الاتحاد المحلي للشغل بالعامرة وبجبنيانة، وحضر الاتحاد المحلي للسلاح والصيد البحري، وحضروا نواب الشعب عن العامرة وجبنيانة وسكت الداير، وبحضور الرابطة الوزير للدفاع عن حقوق الإنسان اللي كان وجودها ضروري جدا، اللي قمنا معها بزيارات إلى بعض المخيمات وفهمنا كيفية التعاطي معها. لأن احنا كأهالي في العامرة في جبنيانة لم نقصر أبدا منذ حلولهم بين ظهرانينا في التعاطي معهم ومحاوله مساعدتهم والنهوض بوضعهم الاجتماعي، وعلى امل ان الامر هو وقتي وسيقع تفاديه في قريب العاجل. ما رعنا الا اننا اصبحنا نرى بعض مظاهر لا اقول توطين، بعض مظاهر الاستقرار الذي يصل الى مرحله الاستيطان من خلال التنظيم او من خلال الى الدرجه اصبحنا نشعر بالخطر. يكفي اننا اصبحنا في الدوله داخل الدوله بعض المربعات، هؤلاء المربعات أصبح الأمن يجد صعوبة رهيبة جدا في التعاطي معها، وخاصة الصورة القاسية جدا والمؤلمة جدا لصورة أمننا أو عون الأمن الذي وقع التعاطي معه أو وقع الاعتداء عليه بذلك العنف الشديد ومحاولة السلاح على أحد الأسلحة. هذا الوضع أصبح ينظر بخطر كبير جدا، وكان من الضروري أن نتحرك ونحاول إيجاد حلول ممكنة من أجل بلادنا ومن أجل وطننا. معناتها اليوم القرار النهائي شنو يا سي محمد؟ القرار النهائي هو بعد مداولة وبعد نقاش حقيقي ومحاولة توحيد المواقف ومحاولة ربما بالصدع بيننا وبين الشعب، كان القرار أنه لا سبيل إلى التجميع. ما نحبش نسموا كلمة أخرى باش ما نخوفوش الشعبات، لكن لا سبيل إلى التجميع مهما كان المسمى، مراكز إيواء أو إلى آخره، لن نقبل بهذا الأمر. في أنا حسب اعتقاد أو حسب ما قيل أو ما صرح به
سواء كان من ولاد او من مسؤولين اننا مراكز اجتماع وثائق التنسيق مع جهه الفقر من اجل هذا الامر. لا سبيل له، خسرنا صابه الزيتون، خسرناها بألم كبير جدا، ما حبوش نزيدوا نخسر وقت معك. احنا في لحظه ما اصبحنا لم نعد نتحكم في ثروتنا الطبيعيه التي هي الزيتون واللوز، اصبحنا سنصل في مرحله اخرى اننا لم نعد نتحكم في بعض المساكنين. بعض الصور الصادمه جدا ايضا بعد ازاله الاكواخ، شفتها الصوره شكل ديار في المباشر قاعده تتعدى الصور معك توي، ثم العباد ولا تمشي للديار، العباد انت تسكر عليهم وتجوحهم، مش يقولوا يغوروا عليك، مش يقولوا يسرقوا منك. مش فقط اصبح هناك تصادم بين ربما بعض المتساكنين والافارقه، هناك ايضا تصادم حتى بين الافارقه، والامن في بعض الاحيان يجد صعوبه جدا لاعاده فرض النظام. هناك صدمنا ايضا بصوره تلك المراه التي دافعت عن زياتينها، كيف توقع تعمل معها بعض الافارقه؟ يعني هذا وضعيه تضرب بخوف كبير جدا، يعني ان الاشكال الامني هو اشكال حقيقي، رغم ان وصلنا القناعه في الفتره الفارقه للاسف الشديد ان ربما لا تكون هناك استراتيجيه واضحه، ان التدخل الامني على اهميته. وهنا نشكر بصراحه، نشكر كل القوى لاننا نرى هذا يوميا ونبشره يوميا، نشكر قواتنا الامنيه الباسله في التعاطي مع هذه المساله، لكن انه لوحده تقريبا في برشا ارباك وارتباك انه لم يعد مجديا، لان تحدم اليوم يضمن الغدوه، نحيت لهم البواط، نحيت لهم منطقه ثقويه، ما عادش عندنا بيوت مكيفه. نحات وتبنات وخيمات كفض كل شيء، عندنا صور اخرى صادمه ايضا، اصبح يبنون اكواخهم باعواد الزيتون باغصان بالاشجار بقطع اشجار، وهذا امر خطير جدا، اشعر بخوف كبير جدا، يعني ان الدوله هي مطالبه في هذا الوقت ودون اي وقت اخر باتخاذ قرار فوري وشجاع، ونحن كمجتمع مدني سنسند قرار الدوله وسنرافقه وسنقدم لها كل ما نستطيع من اجل انجاح اي تصور يصل بنا الى ترحيل هؤلاء الافارقه على مشروعيه قضيتهم، على تعاطفنا الشديد معهم، على رفضنا لكل ما يمكن ان ينال من كرامتهم ومن انسانيتهم. لكن سلطه الدوله وهيبه الدوله وسيطره الدوله على كل شبر فيها امر خط احمر لا سبيل للتعاطي فيه، ولن نكون رهينة الى بعض المواقف التي تزايد على موقف تونس في التعاطي مع مثل هذه المساله. نحن لا نريد ذلك ولا نقبل في الامر. كلامك الكل جميل وكلامك الكل انساني وكله في اطار حقوق الانسان واحترام حقوق الانسان وغيره، لكن اليوم كي تقول لي لا مجال للتجميع وهذا قرار خذيتوه لانه المشكل اللي نجم يكون امني بالاساس وغيره، شنو القرار اللي خذيتوه؟ امس سمعنا انه سيقع تجميعهم في ارض دوليه، اليوم تقول لي ما فماش قرار التجميع، شنو بالضبط معناتها الترحيل؟ ما فماش قرار بالترحيل لحد الان رسمي، شنو بالضبط معناتها؟ شنو قررتوا اليوم في الجلسه اللي اجتمعتوا فيها؟ حسب التوضيح من صرح بالامر، خاطر احد نواب الشعب الذي صرح بهذا الامر هو ما قالش اكيد، راهو كان حاضر معنا امبارح وكان معنا في المباشر، هو قال مقترح سنتقدم به الى جلسه اليوم، ما قالش راهو تم اتخاذ قرار، قال مقترح باش نمشيو به الى الجلسه نتاع اليوم، ينجم يقبل بالرفض كما يقبل بالقبول معناه. احنا اول حاجه نحدث كمجتمع مدني كان هذا موقفنا، معناتها صبرنا لليوم وخذنا نقاش حقيقي وفهمنا حتى حضره النائب اللي حضرنا معنا اليوم بارك الله فيه مشكور هو السي طارق مهدي اللي حضرنا معنا عن منزل شاكر، معنا في الخط الثاني عن سقيط الداير مش منزل شاكر، عن سقيط الداير وقع توضيح مخاطر هذه المساله، وكان اتخاذ القرار بالاجماع، اقول جيدا بالاجماع بما في ذلك نواب الشعب بالاجماع اننا لا سبيل الى القبول بالتجميع في جهه الصاقس وبالتحديد في العامره وجبنيانه، ولا سبيل للقبول بهذا الامر، الارض الدوليه راهي ثروه وطنيه. يعني نعطيهم انا للشعب التونسي يبني بها، نعطي الشباب المعطل يسترزق فيها، مش نعطيها خلاها لاي جهه كانت لا سبيل اليه، وخاصه ان ربما وصل البعض ذهنهم ان مش قاعد تعطينا في في القطعه المخصصه للمدينه الرياضيه. وهذا معناتها من المدينه الرياضيه ولجاليه افريقيه، راهو امر هذا لا يمكن قبوله ولا يمكن السكوت عنه. هذا ما عبرتوا عليه، هذا ما عبرتوا عليه بكل وضوح سي محمد. قلنا انه بالامر هذا لا سبيل له، قلنا ان التحليل والتزمين ونعاونهم ان يجب ان تكون هناك خطه حقيقيه
فيها زمن محدد، فيها خطوات محدده. هذا دور النواب اكيد جدا، هذاك علاش هذا دور النواب، معناتها اليوم التواصل مع الدوله وتحديد الخطه. في الخط الثاني نائب البرلمان سي طارق المهدي، مساء النور، اهلا وسهلا ومرحبا بك سي طارق. تحياتي ليك وتحياتي لخويا محمد، ونحب نشكره عبر اذاعتكم معناها على الاجتماع الممتاز اللي صار اليوم، هو اللي تراسه الحقيقه، واحنا كنواب للشعب، نحن صوت الشعب، معناها هذه حاجه. سي محمد سي طارق، انا اللي جلب انتباهي في الاجتماع هذايا، السلطه كانت غائبه أو الدولة كانت غائبة في هذا الموضوع، هو اجتماع بين نواب الشعب، المجتمع المدني، المنظمات الحقوقية، وكل ما هو معناتها اليوم بعيد عن مراكز اتخاذ القرار. أي؟ للإصلاح المعلومة، أي؟ الدولة عمرها ما تكون غائبة في اجتماعات كيما هكا. تكون حاضر اليوم. نحن أولاً، أنت لما تقول الدولة وتقول السلطة، نعلمك انك معناها تتكلمين مع نائب للشعب. اي انت سلطه تشريعيه، انا اتحدث عن السلطه التنفيذيه التي ستنفذ القرارات وستتخذ الاجراءات. المؤكد انه اجتماعنا هو معلوم من جميع السلطات الامنيه وسلطات الدوله، وراني ما نتنقل غاد كنائب شعب، كان معناها ما يكون جميع السلطات هذه اللي تحكي عليها متفقين فيه. سي طارق احنا ما قلناش اجتماع سري. سي طارق هذايا متفقين فيه، انا اتحدث على من يتخذ القرار، اتحدث عن السلطه التنفيذيه التي ستقوم ب نحن اليوم مع طريقه حكم جديده، ومشينا لها بطريقه ان شاء الله تقنيه، ان شاء الله نقولوا تقنيه سالكه، وان شاء الله تغير الوضع اللي احنا فيه اليوم، وتخلي الشعب التونسي عنده يد وعنده قرار معناها سيادي في تحديد مصيره وتحديد معناها اولوياته واستثماراته ومشاريعه ان شاء الله في المستقبل. هي هذه كبدايه. فقط اليوم بارك الله فيكم على الـ على الـ على الـ على الدعوه. اليوم نحب نوضح انه فما اجتماع صار منذ 2023 مع سادة نواب الجهة نواب صفاقس. مخرجات الاجتماع هذه كان فيه رسالة واضحة، اللي هو لا يوجد أي مقترح من نواب معناتها، واليوم من أعضاء زاد المجال الجهوية، معناها مقبل الكوميونيكي هذا صار مع النواب نتاعنا، والاجتماع اللي صار مع النواب معناها نواب السلطة أو القوى التشريعية أو الوظيفة التشريعية، حتى مقترح في تجميع أو استيطان الأفارقة جنوب الصحراء أو الناس هذوما اللي دخلوا بطريقة غير شرعية في أي شبر من تراب تونس وبالأخص في ولاية صفاقس. الحكاية الكل هو الحقيقة باش نوضحها، معناها النائب السيد حافظ الوحيشي كي قال لموهم في أرض دولة، هو في إطار معناها برنامج وشفناها احنا معناها متواصل. هي لازم تفهم انه كما قالت محمد توا، الناس هذه راهي هجمت على اراضي الناس، اراضي فلاحه، تكسر لها في زيتونها، تكسر لها في البيوت المكيفه نتاعها، تدخل لها لديارها، تدخل لها المساله هذه، لازمنا نوقفوا لها بحزم وبقوه. التوجه نتاعنا واضح، يعني خرجوهم من اراضي الناس هذوما، حطوهم في بلاصه بعيده على المواطنين هذوما، بلاصه تكون تابعه للدوله، حالا تجيب حافلات ووسائل نقل باش تنقلهم المخيمات. احنا بالنسبه لنا احنا ما عندناش حتى فكره وحتى نيه في ان نحطوهم ولو لحظه في 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 تجمع في ولايه صفاقس. احنا نؤكد من شيرتنا كنواب للشعب ان ندعموا وناكدوا على انه المهاجرين هذوما يلزمهم يتم تجميعهم في مخيمات كمخيم الشوشه او غيره، وتكون المخيمات هذه معناتها تشرف عليها المؤسسه العسكريه والامنيه، وتصرف عليهم وتوقف عليهم زاد المنظمات الهجره،
به المقترح هذا المقترح هذا نجم يكون فعال ستارق ستارق المقترح يكون نجم يكون فعال وفي اطار حقوق الانسان وتحت الرقابه وغيره ربما ويكون اضمن واسلم لهؤلاء المهاجرين اليوم اللي موجودين في ظروف ربما اقل ما يقال عنها انها صعبه وغير صحيه. لكن متى سنمر الى التطبيق؟ اليوم يقول لك وقتاش هالقرارات هذه باش تبداو؟ كمجتمع مدني نحن كنواب للجهه، نحن كنواب للشعب التونسي، كاعضاء مجالس محليه، كاعضاء مجالس جهويه، كغرفه اولى كغرفه ثانيه، نطالب بترحيل هؤلاء ممن يمكن ترحيلهم. معناها راهو ثم قوانين دوليه تعملنا، اي واحد معناها خارج الاطر القانونيه للدوله التونسيه وبامكاننا نرحلوه نعاودوا نرجعوه البلد اللي جا منها، نعرفوا مليح انه القوانين الدوليه تمنع ارجاع اي انسان المناطق توتر او مناطق حروب، واحنا نعرفوا الاماكن هذه موجوده بكثره في افريقيا، والناس هذوما راهم يطيشوا في باسبوراتهم، وحتى اللي ما جايش من منطقه توتر، اما احنا الامن نتاعنا وحدتنا قاعده قائمه باللازم باللي 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 تقدر عليه. بالنسبه لي احنا راهو ما فماش حتى حل اخر خلاف تجميعهم في الوقت الحالي في مخيمات كما صار في الاحداث اللي 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 جات بعد الثوره 2011، وتم تجميع مئات الالاف من المهاجرين هذوما اللي غادروا التراب الليبي وقتها من اغلبهم من الافارقه، والدوله التونسيه قامت بالواجب نتاعها وقادره انها ترحلهم وترجعهم لاماكنهم وبلدانهم. هذه حاجه نعرفوها اللي 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 يلزموا الناس تعرفوا انك نسالوا سؤال يلزمنا وحدنا نخموا في الاجابه نتاعو. اليوم الناس هذوما اللي تشدوا عندنا في صفاقس ايش نجموا نعملوا لهم؟ الناس اللي يلزموا يترحلوا راهم مش يترحلوا، ويجب على الدوله ترحيلهم، وهذا بالاشتراك مع دولهم اللي جاوا منهم. بالنسبه للاشخاص اللي معناتها ما لقينا لهمش هويه والا جايين من بؤر التوتر، راهو يلزم تجميعهم في مخيمات الى حين ايجاد حلول سريعه لاعادتهم ولا ارجاعهم من حيث جاءوا. خاطر بصراحه الناس هذوما راهم عبروا الحدود بطريقه غير شرعيه. اليوم الواجب نتاعنا يلزمنا ننبهوا، خاطر الكلام الحقيقه سي محمد قال الحديث الكل معناها على مخرجات الجثه. اليوم يلزمنا كدوله وكدوله تونس وكدوله الجوار الدوله الشقيقه الجزائر يجب ان تتضافر الجهود لاجل عدم مرور هؤلاء الى تامين مساله الحدود، معناتها الى تامين حتى لا يزداد العدد او الى توافد اكثر عدد ربما من المهاجرين نحو تونس. النائب بالبرلمان عن جهه صفاقس عن دائره ساقيه الدائر طارق المهدي، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. احنا مصير معكم لقاءنا، مرحبا بكم. البريد يونا يقع